يعتبر من أهم نجوم العراق في الوقت الراهن، قدم عديد الأعمال اللي نجح بيهم، يعني أغلبية أعماله أغانيم لحنها هو، قدم أيضا ألحان لبرشا فنانين. عرف كيفاش ينجح خاصة من خلال ممكن اختيار الأغاني، الفيديو كليبات ما شاء الله عند عدد هائل. مع شركة ولا ليش هو يعمل أحمد الفترة هذه والفترة جاي؟ هذا الكل نجوه تيبا عن اليوم عبر إذاعة تطاوين. أحمد مرحبا بك. مرحبا استاذ مجيد، كيف حالك؟ ان شاء الله الحمد طيب. لله. شنو احوالك يا احمد؟ الله يحفظك، تحياتي لك ولجمهورك ولاهلك وناسك، وتحياتي للبلد الشقيق بلد تونس. شكرا غالي، اعيشك. خلينا نبدو بالجديد الفتره هذه، واحنا توا الحال صيف، يعني شنو تحضر الفتره هذه يا احمد؟ تعرف الصيف يختلف عن الشتاء، يعني الصيف دائما الاغاني السريعه والسهله والسلسه على المستمع تكون مطلوبه. إن شاء الله محضرين عدة أعمال. عدة أعمال مش عمل فقط يعني. ها؟ لا لا إن شاء الله عدة أعطينا أعمال. أعطينا شنو تحضر مثلا العمل الجديد الجاي إن شاء الله بلمسات من سيكون؟ ممكن في ألحانك هكا؟ ألحاني وكلمات الشاعر المبدع أخوي أخي الصغير ميثم البحار، وتوزيع بهاء نجم ومكس غيث شادو. نعم، تحياتنا ليهم، لكرو كامل الفريق الله اللي يحفظك. معاك أحمد، أنت حاليا مكش في العراق، أنت البرة تقريبا في سلطنة عمان. في سلطنة عمان. نعم، موجود عندك سنوات مقيم؟ مقيم أنا وعائلتي حاليا بمسقط سلطنة عمان. نعم، يعني علاش اختيار عمان تحديدا من بين الدول الأخرى يعني، وعندك سنوات يعني مش عام ولا اثنين؟ كل بلدان العربية كلهم خير وبركة طبعا، بس هنا كانوا يعني عائلتي سابقة إلي هنا، يعني زوجتي، فمثل ما نقول بلد مسالم، بلد ما إلى شغلة بكل الأوضاع اللي تدور، فأنا اخترت هذا البلد يعني إلي أحسن يكون قريب علي على شغلي من كل الجهات. نعم، حتى فنيا يعني أمورك ممتازة في عمان. في عمان الفن يعني 10% 10% يعني. ما مهتمين بالفن مثل العراق أو تونس أو مصر أو غيرها. واضح. خلي لي اليوم ننطلقوا معك، شنو تسمعنا لايف؟ تحب موال ولا أغنية؟ نبدو مع أحمد مباشرة اليوم في موجة ويكند معك. راح أسمعكم أغنيتي اللي طرحتها قبل تقريبا 20 يوم. نعم. الديو كانت مع فنان ثائر حازم. نعم. طبعا هاي مو من ألحاني، من ألحان هو ثائر حازم. تنويع. أيوة. سوى سوى من تفارق للأبد، سوى سوى عشق عمري والكبد، لا سمح الله لو يوم زعلتك ياني، كلمة أحبك بس قول تلقى حناني، والله اللي يجيب الزعل بيناتنا، شينا يلا نعوض اللي فاتنا، أدوخ أدوخ من لزمك أدوخ، أدوخ أدوخ من حضنك أدوخ. شكرا، الله يسلم هالصوت يا أحمد. الله يحفظك. يعيشك، يعني ديما اللكنة واللحن العراقي يبقى مميز، يعني ما نعرفش عنده ميزة خاصة. ممكن حاليا بما أنك أنت عندك فترة فتت ودخلت في التلحين، ممكن فما نية أنك تكتب ولا بعيد عن الكتابة؟ لا أنا ما أكتب، وإنما بس مثل ما نقول تجي صورة شعرية مثلا، بس بداية الكتابة مثلا تجي ثيمة أو صورة شعرية أنا ألقيها للشاعر، هو على ضوء هذا الشيء يكتب وهو يكمل عليها. ممتاز، علاش ليه؟ لأنه هو عمل جماعي يعني ما بين الفنان ولا الملحن ولا الشعر، عمل يعني جروب كامل بيناتكم حتى يخرج بأبهى وأحلى صورة للجمهور وللمتابعين. قاعد حاليا تبع في الساحة الفنية، يعني شفت الموجات الأخيرة، خاصة نحكي شوية ممكن على الأغنية العراقية يا أحمد اللي ضاربة ولاقي حظ كبير الأغنية العراقية. أستاذ مجيد، هي كل موسم كل 5 سنوات كل 6 سنوات تلقى أغنية تضرب. إحنا ما ننسى بالأول الأغنية المصرية اللي كانت نمبر وان، وبعدها جت الأغنية المغربية اللي هي المغرب العربي، مثل تونس، الجزائر، ليبيا، يعني أعتقد نفس اللون كلهم، اللون الشعبي المغربي والتونسي والليبي كان نمبر وان، وبعدها صدرت الأغنية العراقية. الناس
أكثر شيء حبت اللهجة العراقية قبل الغناء العراقي. أها هذا هو. ومن خلال هذا الشيء انحبت الأغنية. معناه يستاهلوا موال حاليا من عندك. من عيوني. يلا أعطيهم موال أحمد. ذكرتك والسما مغيمة وعليك الروح محتار، ذكرتك والسما مغيمة وعليك الروح محتار، مدر الدمع من بغداد من تونس مدر السما مطار، وينك يلمع لك عنوان، وينك ما لك عنوان، واسمك ضاعت اخباره، البحر لو يبعدك عني انا عني لسوي القلب عبار، فوق الغيم جو الغيم لطير بغير طياره. وطياره تجيبك على تونس. يا احمد اتشرف ان شاء الله باذن الله. التاني. عايشك الله ينورك احمد. خذ تجربه الديوهات، شنو ممكن اضاف لك الديو تحديدا لتجربتك الفنيه؟ الديو من يكون ناجح يضيف، اما الديو من يكون يعني كيف اوصل لك الفكره ما الى دعم، حتى لو تكون الاغنيه ناجحه ودعم ماكو من خلال القناه اللي تشتغل معاها او من خلال يعني خلال الكادر اللي تشتغل وياه ما راح توصل. احنا من كثر الاغاني اللي جاي تنزل بالعراق صارت الاغنيه حاليا حظك يا نصيب، يعني يا اما تضرب يا اما يا اما ايه يا اما لا. وعلى هذا ذكرت شركه، يعني حاليا احمد انت مع شركه ولا وحدك ولا الكل انتاجك الخاص هذا؟ اني لا يعني حاليا مع شركه تنتج لي، يعني تعرف احنا ينتج لنا عادي نبقى وياه، يعني نوقع عقد وياه بان تكون تاجر تنزل حصر يمن، وبعد هذا العقد يخلص انت تنتج لنفسك او تتبناك شركه ثانيه. تعرف انت الاغنيه الصح مكلفه هاي الفتره، يعني مو صفط كلام وصفط لحن وتعال وزع شلون ما كان ونزلها، لا الاغنيه الصحيحه مكلفه. واضح. فاكثر الفنانين التجأوا الى الحانهم الشخصيه. نعم أحمد، يعني نسبة النجاح كانت عالية جدا بالنسبة ليك، لكن بجانب آخر شنو اللي ما مشاش معاك؟ شنو ممكن بعض الأمور حسيتها ما مشتش زي ما تحب أنت؟ الناس ألوان أنا الجمهور اللي يتعود عليه على الألوان الهادئة، ألوان اللي بيها أفراق وحزن شوية، وتعود على الحب الرومانسية. من أنزل الأشياء السريعة سريعة ما أشوفهم محبين لهذا الشيء، بس لازم احنا ننوع ونلون لان سنه عن سنه الاجيال تختلف. اها هذا هو التنويع مطلوب يعني من الفنان. أكيد. وانت ما شاء الله ما قصرتش معاهم، يعني امورك ممتازه. لا الحمد لله. الحمد لله. شنو رايك نزيدوا نسمع اغنيه من عندك احمد؟ خلي يستمتع الناس اللي يسمعوا فينا تو في التوقيت هذا. من عيوني. شكرا ليله لو باقي ليله بعمري أبيه الليلة، وأسهر في ليلة عيوني هي ليلة أمور، هي ليلة أمور. ليلة لو باقي ليلة بعمري أبيه الليلة، وأسهر في ليلة عيوني هي ليلة أمور، هي ليلة أمور. يا الله يا الله يا الله يا الله وش كثر انت جميله، يا الله يا الله يا الله يا الله وش كثر انا احب، انا احب احلم احلم بك دايم جنبي وانا صاح ونايم، ليلي ايامي بدونك ما هي من الامور، ما هي من الامور. احلم احلم بك دايم جنبي وانا صاح ونايم، نامي والله بدونك ما هي من الامور، ما هي من الامور. ليله لو باقي ليله بعمري أبيه الليلة، وأسهر في ليلة عيونك هي ليلة أمور، هي ليلة أمور.
الله يا تحياتي. سيدي، الله يخليها الصوت يا الله أحمد، يحفظك، الله يعيشك يخليك. إن شاء الله، ديما منور وديما هالصوت هذا يستمتع به الجمهور والمتابعين. أحمد أعطيني سكوب من عندك، فمش سكوب هيك ما تحدثتش فيه في الصحافة في الإعلام، ما هبطتش إلى حد الآن. عندي عدة ألحان لنجوم عرب من إن بينهم؟ شاء الله، من بينهم؟ من بينهم الفنانة السورية ساري السواس، أي وعندي النجوم عراقيين خليها مفاجأة هاي للعراقيين أي خصوصا، وبعدين تنزل. وعندي عدة أعمال مع شباب جدد، يعني أنا دائما أدعم الأصوات الجديدة، يعني حتى لو يكون أنا اللي أخسر الفلوس من جيبي، أنا اللي أدفع للموزع أو للشاعر نيابة عن الأصوات اللي الجديدة. أنا دائما داعم للصوت الشبابي الجديد، يعني هواية عندنا أصوات راقية وأصوات شجنة ومظلومين، فأني أول الداعم لهذا الشيء. وسبق يعطيك وسويت الصحة. هواية حملات على الانستغرام مالتي وعلى السناب، بأن الشعراء يعني أي شاعر يكون عنده كلام حلو وهو شاعر أشوفه صح شاعر وكلامه قوي، أخذه وألحنه وأنطيه النجوم، يعني حتى الشاعر الجديد يتلقى صدى. جيد، هاو، حاجتنا فنانين زيك يعني، بالضبط مثلك يا أحمد. يعطيك الصحة، إن شاء الله ديما ناجح، ديما إن شاء الله منور، إن شاء الله أيضا الأعمال الجديدة هذه تلاقي الرواج ونجاح الكبير، وخلي ديما تواصل بيناتنا بين أحمد وإذاعة تطاوين، حتى كل ما يكون فما عمل جديد إلا ونجيبوك معانا على الهواء والله مباشرة. أتشرف أتشرف أتشرف، أنتم ناس طيبين عايش، على قولتكم وكلامكم هذا الحلو الراقي، عايشك وبرشا. شكرا، إن شاء الله يا ربي تعم هاي الغمة وتروح من كل بلداننا، خصوصا من البلدان العربية، وإن شاء الله أمين يا رب نشوف كل شخص بخير وسلامة، وإن شاء الله تعدي هاي الأزمة وتعدي على كل أمة محمد يا رب. أمين أمين يا أحمد. سعدت أنك آمين. كنت معنا اليوم في موجة ويكاند عبر إذاعة تطاوين، إن شاء الله بالتوفيق للنجم والفنان أحمد البحار. شكرا على قبول الدعوة، ونبقى على تواصل بإذن الله. شكرا.